كرواسون بايت برضو، لتر ونص من الحليب، و500 ملي من كريمة خفق الحلويات. عندي بقى معلومة مهمة جدا تفيد ناس كتير، هيجي حد يقول لي بديل كريمة الطهي ينفع في الوصفة دي؟ دايما اقول لكم انه ما بينفعش في الحلويات، في الوصفة دي بقى ينفع، ينفع جدا كمان. اضربوه بنفس الطريقة مع الكريم شانتيه وحطوه على الوش وهتحمر وتبقى زي القمر. بديل كريمة الطهي، اللي مش عايز يروح يشتري نص لتر كريمة يقدر يستبدله. فاحنا النهاردة قدمنا بدايل لكل حاجة، كوباية ونص من السكر وسمنة جنة اللي دهنا بيها الطبق خلاص، نص كيلو من البطاطا المسلوقة أو المهروسة أو مشوية ومهروسة عادي مش هيفرق، معلقة صغيرة من سائل فانيليا وأربع معالق كبيرة من باودر الكريم شانتيه. أنا خدت خطوة الكريمة سبقناكم وعملناها، خليت نور تضربها في الفصل معايا ساعدتني، فضربنا الكريمة عشان ما نقعدش بس نكرر نفس الخطوة ثلاث مرات يبقى ملل. فهنا الكريمة هي مضروبة مع باودر الكريم شانتيه، اللبن سخناه وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط مع اللبن البطاطا وندوبها فيه، وممكن برضو تتحط قطع وسط الكرواسون براحتكم، بس يعني انا اخترت انها تكون مع اللبن، مش لازم تدوب خالص، عادي انها تفضل قطع وسط اللبن بس تاخد منه كده وتنزل طعمها فيه. نقلب اعملوا كده بس، كسروها الاول، وزي ما قلت لكم مش لازم خالص تدوب قوي، يعني احنا بس عايزينها تبقى كده منزله طعمها في اللبن حتى لو في قطع عادي جدا. واحنا حاطين السكر هنا، فالسكر اوريدي داب. طبعا اللي عايز يقلل سكر او يزود برضو دي حاجه شخصيه، مش محتاجين تزودوا بصراحه، ده مقدار كافي جدا، ولكن اللي حابب يعني ذوقه كده ما فيش مشكله. طبعا داب اللبن مع البطاطا وسخنين، هنشيلهم من على النار. نيجي نحط نقطة الفانيليا، ممكن على فكرة فانيليا باودر مش لازم سائل، بس السائل دايما طعمها أحلى. الله الله، اللي بالبطاطا بقى هي بصراحة الكينج، مش هكذب عليكم، الواحد يلف يلف ويدور ويرجع للحاجات بتاعته، بطاطا بقى وقرع والكلام الجميل ده وشكرا. ننزل كل اللي في البولة، ونفرد نوزع زي ما عملنا المرات اللي فاتت كده بالهداوة، هنلاقيها غطت الوش كله. اخ يعني طبعا ممكن اللي احنا بنعمله ده ما يتعملش في طبق كبير، ممكن يتعمل في طبق صغير كده اللي هو على قد الافراد يعني، ما فيش مشكلة برضو، لكن يعني انا ببقى مشتتة بصراحة، بحب الاطباق الفردية شكلها احلى في التقديم بصراحة، ولكن ليها عيب ان ممكن حد مثلا ما يبقاش محتاج الكميه دي كلها، محتاج اقل محتاج اكتر، فما يعرفش يظبط اموره. لكن لما بيبقى طبق كبير كده كل واحد بياخد على قد ما هو عايز، فيعني كل حاجه ليها ميزات وعيوب، مفيش حاجه يعني كلها ميزات ولا كلها عيوب، فانتوا بقى هتشوفوا ايه الافضل لكم وتعملوه. انا بداري كل الكرواسون بالكريمه، انتي كمان بس خلاص قمر، وهندخلها الفرن، وباذن الله دي كمان هتطلع معانا في الحلقه، احنا النهارده كله هيطلع معانا ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نفس الكلام، درجه حراره 180، حراره من فوق وتحت، الرف اللي في النص، وهنشغل مروحة توزيع الحرارة لو موجود عندنا. عاملينها قبل الهواء دي يا جماعة، احنا عاملينها بطريقة مختلفة عشان بس تبقوا عارفين ان قدامكم طريقتين، شايفين البطاطا طبقة تحت اهي، وبعد كده حطينا
الكرواسون واللبن وكل الحاجات التانية، بس في تحت طبقة بطاطا تقدروا تعملوا كده. ايوه الله ينور عليك، اهي الطبقة الجميلة اللي منورة دي باينة طبعا عندكم انها مقسومة طبقتين، فتقدروا تعملوا كده وتقدروا تعملوا الطريقة التانية. مين احلى؟ والله الاتنين قمر. تعالوا ده بقى لو سيبنا الوش يعني مش اغمق حاجة، وسط، عشان يبقى عندكم برضو كل الاوبشنز اهو. اللي انا عايزه اقوله يعني ان لو حد ما تخافش ان شاء الله، قول يا رب كده وهي تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. هم قلقانين طبعا اني اطلعها عشان عارفين ان ايدي ضعيفه، بس ان شاء الله هتنصفني. شفنا صفتني اهي. بص اقول لك بقى هي ليه طلعت. بص عشان انا كاتبه ايه النهارده، كاتبه ايه؟ وعلى نياتكم ترزقون. فانا نيتي خير، نيتي اني نفسها ان نفسي تشوفوها، فهي طلعت معايا عشان كده، لان في المعتاد انا لا يمكن اعرف اطلعها على فكره، لازم استعين بصديق يعني مش هعرف اطلعها. فالحمد لله طلعت وكله تمام ومفيش اي مشكله. دي بقى اللي لونها فاتح شويه، في اي حاجه منقطه من عندكم؟ كله تمام؟ انا مش شايفه بس، فلو ممكن تجيبها لي انت على ال خلاص انت قول لي. انا شايفاها كده تمام، انا شايفه من عندي تمام. اوكي يبقى دي كمان اهي البطاطا اللي عملناها في الهواء، يعني حتى احنا عملنا لها نسخه احتياط عشان قلنا دي اخر وصفه فممكن ما تطلعش، بس هو ربنا كرم وطلعت برضو. عشان تاني على نياتكم ترزقون، احنا بنيجي نقدم الحلقه كل نيتنا في الدنيا انها تطلع حلقه حلوه تبسطكم.